زولا يتبا يتبا كنشكركم على المتابعه ديالكم في هذه القناه هذه ديال طالي شريف ولا القناه ديال طوبيت حميده يتحمني. كنشكركم على المتابعه ديالكم وغادي نبداو الحصه ديال اليوم للمواضيع اللي عندهم علاقه مع البلاد ديالنا واللي كيهموا البلاد ديالنا. اليوم بديت المقلوب لو ما كنقول المواضيع اللي كيهموا البلاد ديالنا واللي عندهم علاقه مع البلاد. معليش غادي نبداو يتما يسمى واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف اللي تكلموا عليه الاحرار الاخرين، ولكن غادي ندير عليه واحد الفيديو اليوم باسكو جات لي الفرصه باش ندير فيديو وغادي نتكلم. اولا بعد باش نبدا قبل ما نبدا الناس اللي كيكتبوا لي عافاكم شكرا كنشكركم على الكتابه ديالكم والتعليقات اللي كديروا لي، وكنشكركم على المتابعه ديالكم. ولكن مع الاسف اخوتي باللي اليوم راه سدوا لي القناه فيكا باسكو الديمقراطيه غادي نتكلم عليها دابا غادي نتكلم. سدوا لي القناه بهذا الحرام ما خلوناش نتكلموا بيناتنا تما ما بقاش عندي الليان وما بقاش عندي حتى شي حاجه. لكن معليش غادي نحلوا شي حاجه اخرى وغادي نقلبوا على شي بلاتفورم اخرى فين نقدروا نتكلموا بالحريه باش نرجعوا يتما المواضيع ديالنا اللي كيهمونا. كما عرفتوا اليوم المرتزق هذي كاين في البلاد ديالنا البيدوفيل محمد السيس باغي يدير لنا قالب كما داروا جدودو في هذوك العوازه ديال جدودو، باسكو اصله من عوازه ماشي مغربي ولا امازيغ، راه عنده الكماره بحال لي بوبوتو ديال موباطا ديال ابو بطاطا في هذوك البلاد ديال موبوتو. هذاك الشيء اللي بغاو يشبهونا حنا بالبوبوتو الموباطا وهذوك البلاد ديال موبوتو، لكن حنا غادي نقولوا لهم هكا، حنا عمرو ما غادي نتشابهوا مع هذوك العوازه. ماشي العنصريه اللي كيبغي لنا كيقول لك عنصري وحيت ما قابلينش حنا نتخلطوا ما قابلينش حنا نبيعوا الارض ديالنا ولا نسمحوا في بلادنا ونسمحوا في الهويه ديالنا ونسمحوا حنا في التصيله وجدودنا اللي خلونا التاريخ. واش هادو عندهم شي عقل ولا مقودين في عقلهم ولا حتى هما كيعطيو كما كيعطيو محمد السادس شي افريقيين وكيجيو حنا يصدعونا راسنا. امشي 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 سير عندهم اللي كيقول لي انا عنصري، سير عندهم وسير سكن معاهم تما وقعد معاهم تما وما تجيبهمش عندنا، حنا ما عندنا ما نديروا بهم. هذوك الناس اللي هما كنحسبهم بشر بلاد ديالهم، لكن الا جاو يهجموا عليا ويهجموا على تصيلتي ويهجموا على الهويه ديالي راه ما بقاش نحسبهم بشر، نحسبهم عدو حيوان مفترس كما محمد السادس. هادي النقطة اللي بغيت نطرحها ايتما. كما كتعرفوا دابا محمد السادس كيجيب لنا الجيش البخاري الجديد، كيجيب لنا كما دار مولاهم اسماعيل جيش البخاري الجديد لا سيكيام كولون دي نواغ اللي غادي يجيو يبقاو يهرسوا في الامازيغ كما هدروا واحد الوقت. ولكن دابا راه ماشي هذيك الوقت محمد السادس محمد لو كوكو لوندا لو كوكو لو ساج كوكو، راه ما بقاش هذيك الوقت ديال الامازيغ اللي كانوا اغبياء اللي ما فاهمين والو. ودابا راه كاين الانترنت وكاين المواقف الاجتماعيه وكاين الناس اللي كتكلم بيناتها والناس كتمشي للقهاوي كتكلم والناس كتمشي للسيبر كتكلم والناس كتمشي تبقى في الدار كتكلم، فين ما مشيت كتكلم، فين ما مشيت كاين لا فورماسيون كتسيركولي. صافي دير هذاك الشيء اللي كديرنا محمد السادس ما غاديش يخدم لك لا انت لا هذاك الجيش البخاري اللي كان كنصحكم العوازه اللي كتفهموا الدارجه كتسمعوا لي. سيروا بحالكم قبل ما تاكلوا شي دق كما كيتوا في ليبيا، كشتوا ليبيا ما كيشدوكم ليبيين ما يطاح القذافي وبقيتوا تما بقيتوا تما تفتفتوا تما ما صيفطوا فين ديروا شدوكم ليبيين بقاو يبيعوكم في السوق كما شي عبيد، حيت تما بقيتوا تما ولاد الحرام هما انتما اللي بديتوا. شفت الفيديوهات كيشدوا التيو ديال الغاز البونبونه صاحبي وكيعطيو له لهذاك العزي اللي جا تما، وراه هذاك هو المصير ديال الخوانة وديال المرتزقين. ما عندكمش الحق تبقاو في البلاد ديالنا، البلاد هذيك امازيغيه هذوك البلدان مراكش الجزائر تونس ليبيا
امازيغ ما عندكمش الحق تبقاو وتتبرصوا علينا حنا الديكتاتوريه ديال الزنجيين ولا ديك العبوديه ديال الزنجيين سوا. وانا بغيت غير نصح الايتما واي سما كيشوفوني هنا شوفوا هذا الفيديو هذه اللي هي دليل على الكومبلو اللي كيوجدوا لكم وغادي نرجع من بعد. ما يسمى هذاك الزنجي اللي كيسول مشى عند المغربيات ومشى عند الجزائريات ومشى عند اللبنانيات ومشى وقال لهم شكون نتوما بغيتو باش تزوجوا باش ديروا الولاد. وقال لك هذوك القحاف ديال الشيشاوار قالوا حنا بغينا عزي حيت كيعجبنا العواز. هذاك هو هذا هو الميساج السيبليمينال اللي كيبغيو يفوتوا حنا في في المجتمع ديالنا في الاعلامات في الاخر باش يقولوا حنا راه المغاربيات راه الجزائريات راه التونسيات راه عزاز عليهم العواز راه ماشي 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 مفروض راه ماشي مفروض عليهم راه هما اللي بغاو هذاك الشيء اللي بغاو يفوتونا حنا حتى في البلاد ديالنا حيت هما ذوك القحاف ديال شي شابار اللي اختاروهم راه ماشي هما النساء ديال امازيغ في البلاد وبغيو يوصلوا هذيك الفكره بليها راكو توما راكو خواتاتكم هنا في اوروبا كيبغيو العوازه علاش توما ما تبغيوش العوازه كيما هادو. هذاك هو الميساج اللي بغاو يفوتوه فهمت ولا. وما تنساوش زعما ما تسناوش شي قوات ديال شي ديني راجل الدين يجي يدافع عليكم في هذه اللحظه هذه. انا ما غاديش راه غادي يزيد لكم راه الدليل شوفوا هذا الفيديو. شتو تما يسمى باللي راه ما كيدافع على والو كيقول لك لا هذاك راه الزواج حلال عليكم ديو العوازه ودوعوا الاولاد وتخسروا الدم ديالكم وتخسروا الطوصيله ديالكم وجدودكم والهويه ديالكم. الاسلام كيحلل هذا الشيء هذا وما كاين حتى شي مشكل. ولكن هاد القحبه علاش ما قلتهاش نهار اللي جاوا هذوك الحرام اللي بقاو يسبوا الامازيغ؟ علاش هذوك ما عندهمش الحق في الدنيا ما عندهمش الحق في الحياه ولا هذا العريب بوش والاسلام كيدافع غير على الميتيساج وعلى التقواليد كما كديروها في البلدان اللي هجمتوا عليهم اولاد الحرام. هذا هو الميساج هاي تبعي سؤالي بغيت نفوت انايا في هذا الفيديو. ما تنساوش الهويه هي الاولى اللغه هي الثانيه الثالثه الكرامه الانسان لو ريسبي دو سوا. انت ماشي قواد باش يجي عندك واحد وتقود لولساتك ولا مراتك ولا خواتاتك. ما انت راك بنادم وعندك الارض راها الارض ديالك. ما تكريوش الخوانة ما تبيعولوش الخوانة ما تشريوش على الخوانة وما تسمعوش الخوانة. جريو عليهم في المكانو ورجعوا البلاد ديالكم الولاد ديالكم وهذيك البلاد راه فيها الخيرات كاع ما يسقاش كاع تخرجوا باش تسعاو ولا تمشي تطلبوا شي حاجة أخرى من برا. إلا كان عندكم غير شوية غرام ديال العقل لو كان فهمتوا هذه زمان أيوز ليكم تميرت.